سوق المزارعين. اليوم عندنا تغطية حق معرض الوسم الزراعي اللي راح يكون تاريخ 26-27 أكتوبر 2018 في سوق المزارعين. لكن قبل نبدأ وقبل ندخل ونشوف السوق، خلنا نعرف ليش سمي بهالاسم موسم الوسم. سمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، تتبع الخير والمطر في هذه الفترة، ويطلقون عليه العرب عواء البرد لأنه يأتي بالبرد ويعتبر أفضل أوقات نزول المطر، ويعد الوسم من أهم المواسم قبل دخول المربعانية. وفي علامات عدة واضحة لدخول الوسم، منها عبور الطيور المهاجرة سماء الجزيرة العربية، يجنى فيه عسل السدر، وتكون حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار الغربي، كما تعتدل الأجواء ليلا بشكل كبير نتيجة حركة الشمس الظهرية للجنوب. طبعا لا يعتبر الوسم بمنزلة أو نجم في السماء، إنما هو مصطلح لموسم أو فترة مميزة من الزمان. هذا نشوفهم هم أقسام المعرض اليوم، عندنا مشاريع المملكة، هذا هم عملهم جدا ممتاز جميل. عندنا مشتل حجير، أحد المشاتل الموجودة في منطقة البرهامة، مشتل حجير تنسيق الحدائق. هذا طبعا ركن من أركان المعرض، عندنا هنا مركز جاسم الزراعي، طبعا من أكبر مراكز الزراعة في البحرين. عنده طاولة هنا كل الأشياء اللي تخص الزراعة، من بذور، من شتلات، من أدوات زراعية، نشوفهم هنا كامل. هذا طبعا المصاد الفرمونية المهمة اللي تكلمنا عنها كذا مرة، الأسمدة، كل ما يتعلق بزراعة تجدونه إن شاء الله في المركز جاسم التجاري. هذا عندنا الرابي الخضراء، شركة الرابي الخضراء للحدائق، طبعا متميزين بجماليات خاصة نباتاتهم الزراعية، الزراعات الداخلية والورود، الرابي الخضراء دائما تتميز فيها. مشات ام رياض عزيزتنا، مشتل كركديه، حي الله ام رياض، شلونك؟ اخبارك طيبه؟ والله موجود الحمد لله. اخبارك ام رياض؟ الله يسلمك. شو الجديد ام رياض؟ شعار المشتل، اي مشتل، اي والله الجديد عندي الحديد، اي بورشن كل كيس حق لتر ماي. اوكي، في بعض الزبون يقول كثير نحاطم هذه وينسون ويردوني التصوير جهز الكمية، وهذه جاهز كيس لتر. عندي هذه ام بي كي 936 مخفف خاص حق النباتات الداخلية، ام بي كي 936 خاص النباتات الداخلية. هذه صانع مشتل الكركديه، هذا السمار السمكي، ها؟ عندي سمار سمكي ناعم، عندي سمار سمكي سائل، نعم، وعندي أعشاب الطحالة البحرية، أوكي، وعندي سمار دود، سمار الدود، أوكي، أيوة. دودة الأرض، أي نعم، وعندي هيومك أسد، هيومك أسد، أوكي، والكبريت، الكبريت ما شاء الله، أي، كم الكبريت مريض؟ الكبريت بدينار، دينار واحد، بكيلو هذه، أي، هذه معقم حق التربة، حلو، عن التعفن. عندي اللي أحسن منهم كلهم، وهذه أورجاني سوبر سيف، مع هذه مبيد فرين غير فرين شوي نشوف حشري وفطري، مبيد حشري وفطري، إلى جانب أنه هو مغذي للنكتات. أوكي، يعطيك العافية أم رياض. ننتقل من أم رياض نروح حق ملك الصباريات. طبعا ام رياض وملك الصباريات الاخ حسين سبق حللنا لهم في قناتنا في اليوتيوب. طبعا الاخ حسين الصفار مختص فقط في الصباريات، وعنده بعض الاشياء النادره الغريبه اللي يمكن ما نحصل على اي مستوى.
هذا الاخ حسين، مرحبا فيك، كيف حالك؟ شلونك؟ طيب، الله يطول عمرك، خليك. شلونك؟ نتكلم نقول متميز في الصباريات بشكل ملحوظ غريب. نعم، اليوم اشتركنا مع الاخوان في هورة عالي. نعم، سوق المزارعين عندهم هذه الفعالية، المبادرة الوطنية، وجبنا شوية صبارات موجودين. شنو الغريب فيهم نقول متميزة مثلا؟ المتميزين، والله شو اقول لك، هذه متميزة فيهم، أنا تصل بأحجام كبيرة هذه. أي نعم، وهذا شوفه بعد قطنية، وهذه فصيلة من عائلة أو فصيلة سمن ماماريليا كاهي. هذا الماماريليا، هذا الماماريليا فصيلة ماماريليا، طبعا ها تأتي على هيد كريات تكبر. نعم، تصل إلى هذا الحجم وأكبر شوي، تزهر حالها حال أي. وهذا النوع، هذا النوع يسمى كرة فانتا. نعم، تأتي على هيد كرية كبيرة أكبر من تفاحة طبعا، تزهر أيضا يسمونها فرو. أوكي، هذه فصيلة تسمى نوتو، متعددة الأشكال، تجي على شكل كريات أو عنقود عنب، وتجي لوحدها، دائما تتميز بالأصفرار. هذا تكاثرها مثلا، هذا نأخذ القطعة ونكاثر منها قطعة بس. أي، يعني نتأكد أن نأخذ القطعة بجذورها. بجذور، فيعني عيشتها أكثر من بدون جذور. وهذه هي أيضا فصيلة من فصيلة فوربيا، تأتي على أشكال أو ألوان، هذه مثلا لون ذهبي. أيه، تأتي على لون أبيض، تأتي على لون أخضر، طبعا أحجامهم تصير كبيرة، تصل إلى حوالي 3 فوت. الله يعطيك العافية وما قصرت، مشكور، إن شاء الله تشرف. الله يطول عمرك، مع السلامة. هذا عندنا مشتل قوين بال من الأخت العزيزة عايشة سيادي، نشوف ما شاء الله هني الكركديه، هذه الكركديه من أسوان جمهورية مصر العربية، طبعا نوعية جدا جميلة، وعندها بعض الأشياء الجميلة خاصة من الخضريات، نشوف أنواع من الفاصوليا، هذه الطماط نشوف نوعيته، نوعية طماط البلحي، هذا نفس الشيء، فاصوليا، طماط، طبعا الخيار، يعني عندها عدة أصناف من الخضروات، وهذه أصناف متعددة من الورود والزهور، وكلها بأسعار رخيصة متناول اليد، هذا نفس الشيء بذور، لكن نقول بأحجام أصغر حق الناس اللي ما تبي مثلا بذور كمية كامل. ننتقل الى محل اخر اللي هو مس جرين للاخت الاستاذ عبد الاحمد، حياك الله، نتشرف دائما وابدا ان شاء الله. تشوف الاشياء المميزه اللي شفتها عندك، هذه هاي المورينجا كبودره، شجره المورينجا لها اسماء كثير، منها غصن البان، شجره الرحمو، طبعا شجره الحياه، شجره المعجزه، شجره المعجزه. أي، فعلا هي شجره معجزه. شوف لو سمحتي، لانه هي تقريبا كلها فيتامينات. هذه شاي مثلا نعتبره، هي هو نعتبره شاي، نقدر نسوي منه شاي. اوكي، نقدر نسوي نخلطه مع السلطه، مع العصاير، حلو، مع الصالونه، مع الروب، شاي جميل والله. هذا نشوف بعد ايضا اكسسوارات الحديقه، هذا سماد قلنا عضوي، ها سماد عضوي سائل، سائل طبعا نبته داخليه خارجيه، اي داخلي وخارجي. وهذا انا شدني الغراش، هذا ايش استفدت؟ هو لان عشقي المراميه، مراميه، فانا اهتم بكل شيء يخص المراميه. اوكي، زين، فهي زيت طبيعي معصور. أي، حق المراميه طبعا فوائده لا تعد ولا تحصى، غير ان هو امن، يعني ما له اثار جانبيه، ويقدر يعالج عدة أنواع من الأكزيما والصدفية ومشاكل الجلد الطبقة. ها، للإنسان، للإنسان. أوكي، وهذا نفس الشيء بس صغيرة، هاي حق الشعر، لأن زيت الشعر ما تقدر تاخده إلا معالج. أيوة، هذا نفس الشيء مرامية بعد، هاي مرامية بس يختلف. أيوة، يختلف، يختلف إن ده معالج. أيوة، زين، لكن زيت الأكل لازم يكون طبيعي، شيء جميل، ما عليه أي إضافات، شيء زين، عشان تقدر تستفيد منه. هذا طبعا من احد الاقسام، هنا طاوله اختنا العزيزه المزارعه نوره رويعي، نوره رويعي متميزه بلمساتها وزرعاتها جدا جميله وناشطه في المجال الزراعي، مشهوره سنين، فلها كل التقدير ولها كل الاحترام، لكن للاسف وقت ما وصل طاولتها شوف مو موجوده، لكن
نصور ونشوف اللي عندها، وبحط لكم كارتها للتواصل. من المشات الجميلة المتميزة، حتى اسمهم حطينا بطريقة متميزة اللي هو مشتل بيت الورد. مسيك الخير، شلونك؟ شخبارك؟ طيب. هذه نشوف تميزهم من ناحية الاكسسوارات، من ناحية الخس المائي اللي صنع عن الخس المائي، نشوف عندهم في ناس وايد تحب المزروعات في أحواضهم. هذا مشتل بيت الورد طبعا في مدينة حمد موقعهم. من ضمن الطاولات الجميلة للأسر المنتجة اليوم عندنا هذا، راح أخليكم أحسابه مع الفيديو. لوحاته جدا جميلة، تقدر تشوفها. هذا عندنا من المشاتل المتميزة الجميلة مشتل أوركيد، مشتل أوركيد مشتل جدا متميز وجميل. هل أخ الجميل شلونك؟ شخبارك؟ طيب الله يسلمك. شخبارك؟ راح نشوف ايش عنده من أشياء متميزة إن شاء الله مع بعض. ومن ضمنهم اللي سمى الاسم عليه اللي هو وردة الأوركيد أو زهرة الأوركيد. نشوف جمال الأوركيد الجميل، مختلف ألوانه، كل لون أجمل من الثاني. هذا الأوركيد روعة ما شاء الله. في الختام نقول شكرا للقائمين على سوق المزارعين على رأسهم بنك البحرين للتنمية، شكرا لوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات، شكرا للمبادرة الوطنية تنمية القطاع الزراعي، شكرا لكبار الشركات الزراعية اللي شاركت في المعرض، وشكرا لأحبتنا الكوادر البحرينية رجال ونساء أصحاب المشاتل الجميلة اللي شفناها اليوم، وشكرا لكل من حضر وساهم في نجاح المعرض. ونتطلع دائما إلى المزيد من الفعاليات الزراعية في مملكة الحبيبة إن شاء الله.